سياسيا، أكد رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر أن القضاء هو أعلى سلطة في العراق، والدستور محل تقدير واحترام، لكن المادة 61 تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، كونها تتيح للبرلمان التصويت على اختيار القضاة، وهو ما يتقاطع مع المادة 19 التي تنص على استقلالية القضاء والقضاة. يقينا أن النصوص الدستورية التي تناولها دستور جمهورية العراق لعام 2005 هي محل تقديرنا واحترامنا، ولكن رؤيتنا القانونية للمادة 61 من الدستور والمتعلقة بتعيين القيادات العليا في مجلس القضاء الأعلى من وجهة نظرنا تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور، وأيضا تتعارض وتتقاطع مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ومراعاة استقلال القضاة المنصوص عليها في ذات الدستور المادة 19 أولا و 87 و 88 من الدستور. بمعنى أن مجلس القضاء الأعلى هو أعلم وأدرى بمن يعين لهذه المناصب العليا، رئيس محكمة التمييز، أعضاء محكمة التمييز، رئيس جهاز الإفداء العام، رئيس هيئة الإشراف القضائي، لابد أن يعينون من قبل مجلس القضاء الأعلى دون تدخل من قبل مجلس النواب العراقي. هاي وجهة نظرنا، وإن شاء الله نحن عازمون إذا ما أجريت التعديلات على الدستور أن نتصدى لهذه المواد.